السلام، انا سميتي امان كجده. وقعت لي حادثه ديال السير، اللي حادثه ديال السير اللي هي معروفه، فوقعت لي 17 في شهر 2 اللي ما بين ترونسبور والتران. على اثر هذه الحادثه هذه تقطعوا لي رجلي بجوج، تمد البصره ديال رجليا بجوج، وحده تحيدات لي في ترونسبور وحده تحيدات لي في الطبيب، لان تبوشاو لي العروق حيت وقع لي بزاف ديال الكسر، وتهرس واضطروا انهم يحيدوا لي رجلي الثانيه. في الطبيب تعالج مزيان، يعني ما لقيتش شي مشكل. سيدنا تكلف بالطبيب، انا يا في الطبيب الحمد لله، اللهم لك الحمد، في الطبيب لقيت داكشي مزيان، يعني ما نكذبوش على الله، في الطبيب الحمد لله لقيت العلاج اللي غادي يكفين. ولكن من بعد ملي خرجت من الطبيب ما لقيت حتى شي حاجه، حتى من اسهل حاجه اللي سميتو الكرسي متحرك ما لقيتوش، الكرسي متحرك ديال الضو ما لقيتوش، يعني انا ما لقيت حتى شي حاجه من بعد. لاسيرونس كتعطيني فلوس، داك الفلوس اللي كتعطيها لي هي اللي كنخدم بها، انا هي اللي كنمشي بها في الترونسبور، هي اللي كندير كلشي، حيت بزاف ديال الطاكسيات ما كيبغيوش يهزوني، كيقول لك حنا ما كنهزوش اللي عندهم اعاقه. الجمعيات كنمشيو عندهم، كاين شي جمعيات كتمشي عندهم كيقول لك حنايا ما يمكنناش نساعدوك حيت المالك مكلف بكم، لان حنا عندنا فكره فكره عموميه، يعني عند الناس كاملين ان مادام تكلف بك المالك اذا صافي راه عندك كل شيء، عندك حقوقك، عندك كل شيء، حنا ما شفنا حتى شي حاجه من هذا الشيء. انا كنطلب من الجهات المسؤوله هو انني بغيت كرسي ديال الضو، وبغيت بروتيز رجلي، يسرعوا لي بانهم يصوبوا لي البروتيز، وبغيت انا ساكن، لان من بعد ما عرفتش انا من بعد شنو غيوقع، حيت راجلي انا حاليا وما كيتكلفش بيا، انا الفلوس اللي كتعطيني لاسيرونس هي اللي كنتكلف بها، لحد الان عطاوني جوج شيكات هما اللي عطاوهم لي، حيت انا خرجت نعس شهرين في الطبيب، من شهر 2 لشهر 4 عاد خرجت، شهر 4 عاد خرجت، قالوا لي انت ما عندكش، يعني جيتي معطله، خرجتي معطله، ما يمكنناش نعاونك، يعني عطاوني يلاه جوج شيكات هادشي اللي عندي. والراجل ما كيتكلفش، انا اللي خاصني نكلف براسي، انا اللي نتكلف براسي، يعني ديك الفلوس اللي غتعطيني انا خاصني نخدمها لراسي، خاصني نستغلها لراسي، ديك الفلوس هي اللي كنخدمها، وهادشي اللي كاين. يعني انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير اللي يعاونني شي كرسي، كان غير شي بيت على الاقل، من بعد بيت فين نجلس الاقل، من بعد انا ما عارفه شنو غيوقع، ما نكذبش عليك، لان ما عارفينش حنا، انا ما بين نهار وليله جبرت راسي بلا رجلين، جالسه عادي، خدمت 21 يوم صافي، 21 يوم عمري ما خدمت، حتى خدمت 21 يوم في داك الوقيته صافي، ما شفت حتى شي، صافي ضربنا قصيده، يعني انا من بعد ما لقيت حتى شي حاجه، ما لقيت حتى شي حاجه، حتى شي عون من حتى شي واحد. لاسينيسيس انا يا كنت يلا خدمت 21 يوم، يعني كيقولوا لي ما عندك ما تستافدي من لاسينيسيس، الشركه مازال حد الان مازال اصلا كيقولوا لي حقاره، مازال سميتو عندك شهاده طبيه، حيت انا مازال عندي شهاده طبيه، مازال ما تسايتش العلاج ديالي في خطره.